بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم خالد ماهر، عضو في جمعية نوبة الخير. أحب أقول بس إن نوبة الخير أثرت فيا كتير جدا. بداية أصلا الموضوع إن هو كان توبيك على النت، إن هو نزل توبيك إن إحنا عايزين نعمل خير نوبيين. أنا واحد من الناس كنت صراحة بعيد عن النوبيين، بسبب إن يعني كنت بسمع يعني مثلا حتة الحفلات والأفراح والكونسرت دي. فلما نزل حاجة زي كده قلت يعني اروح اشوف الناس دي طيب تعمل ايه او كده، عشان برضه انا كنت بعيد عن اهلي يعني. فانا حابب يعني انا بحب النوبيين جدا، فانا حابب ان انا اعمل حاجة للنوبيين. انا كمان كنت بشارك مثلا في جمعيات خيرية زي رسالة او كده، وممكن كان عن طريق ان انا اعمل حاجة لجمعيتي، بس انا كان نفسي اعمل حاجة للنوبيين. فلما رحت يعني صراحة لقيت ناس ما شاء الله عليهم، يعني ناس احسن مني بكتير جدا، يعني انا ولا حاجة جنبيهم يعني تقريبا. انا كنت رايح يعني اشوف برضه يعني احب ان انا اساعد النوبيين، لقيت ان انا بستفاد اكتر من الناس دي بجانب ان انا بساعد، بس يعني مساعدتي حاجه بسيطه جدا بجانب ان انا بستفاد. يعني استفدت ان انا عرفت ناس كتير جدا، قربت من النوبيين، تعرفت على جمعيات كتير، عرفت بلاد كتير، قابلت ناس يعني فكرهم ما شاء الله، يعني ناس مثقفين، ناس دينيا واخلاقيا حاجه ممتازه جدا. يعني اللي كان جميل يعني في الموضوع في حتة نوبة الخير، يعني إن أنا يعني بعمل الحاجة الخير للنوبيين ومع النوبيين. فدي يمكن أكتر حاجة عجباني جدا في الموضوع، إن كل اللي معانا مثلا نوبيين والخير يعني عايد لينا لأهالينا، سواء بقى بغض النظر سواء ده فديكي متوكي عرب، كلنا واحد يعني. فدي أجمل حاجة في الموضوع يعني، والحمد لله يعني على كل خير، على كل خير اللي إحنا وصلنا له دلوقتي. وبس في الاخر بس بحب برضه اقدم شكر يعني لرابطة ابناء نوبة في الكويت، ان هم ساعدونا صراحة وبيدعمونا اعلاميا او كذا، وهم طلبوا مثلا تصوير الفيديو ده بحيث الناس تشوفنا وتتعرف علينا اكتر. فانا في الاخر بس بحب اقدم لهم شكر خاص بيهم يعني.